الأمان عقيل صالح طالب بمساهمة مؤسسات الدولة المصرية في حل المشكلة الليبية، وتقدم بالشكر لمصر على موقفها الواضح واللي بيشهد له التاريخ، وقال نصا: مصر لم تتخلى عنا يوما، ونقدم الشكر لمصر شعبا ورئيسا وحكومة لمساندتهم للشعب الليبي، وأننا لن ننسى لمصر هذا الموقف. قال كمان حاجة مهمة، ودي يعني هنحاول نشوف التصريح ده لأنه تصريح هام جدا جدا. عقيل صالح قال: قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا لمؤازرة الشعب الليبي الذي لم يتخلى الجيش المصري أو الدولة المصرية عنه من قبل في شدة ولا في نائبة، كما شاهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي لليبيا. غير الاجتماع المهم أو الجلسة المهمة اللي جمعت رئيس مجلس النواب المصري مع الليبي، في كمان اجتماع تاني منتظر للبرلمان العربي برئاسة دكتور مشعل بن فهد السلمي، هيكون في جلسة يوم الأربعاء اللي جاي كمان في القاهرة بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وطبعا العنوان التطورات في الأوضاع الليبية وإزاي يتم التعامل معها. طبعا واضح أن التعامل على المستوى السياسي وعلى مستوى الدبلوماسي طبعا شيء مهم جدا، في انتظار كمان قمة أو اجتماع برلين وما تسفر عنه من نتائج إن شاء الله. غير كده طبعا على المستوى العسكري أو على المستوى الميداني، امبارح بالليل تابعنا إعلان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري وقف العمليات العسكرية في المنطقة الغربية من البلاد بعد ما نجح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة على عدد من المدن غرب ليبيا أهمها طبعا مدينة سرت. بعد وقف إطلاق النار اتجه فايز السراج رئيس حكومة الوفاء لمدينة اسطنبول التركية عشان طبعا يلتقي بحليفه أو رعي رجب طيب أردوغان. على كل الأحوال احنا معانا على التليفون أستاذ عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكما في هذه الأوقات المهمة جدا التي تمر بها بلادي. الحقيقة يعني التوقيت طبعا لافت للنظر زي ما حضرتك بتتكلم، وجودكم على أرض القاهرة طبعا كل التحية وكل الترحيب وكل التوفيق في مساعيكم طبعا السياسية والدبلوماسية. أهمية هذه الخطوة وأهمية الاجتماع على أرض القاهرة والرسائل كمان اللي خرجت على لسان رئيس مجلس النواب الليبي. إيمانا من أن ليبيا دائما تقود ولا تقاد، نعم. إيمانا من هذا المنطلق، وإيمانا عميقا آخرا بأن ليبيا لها بعد الله عز وجل سوى شقيقاتها وجارتها مصر، هذا الإيمان العميق المرسوخ في قلوب كل الشعب الليبي. نحن نعلم أن العلاقات الكبيرة التاريخية الاجتماعية والعريقة ما بين شعبين والبلدين هي علاقات لا يمكن أن تختصر لا في لقاء ولا في أي كتاب آخر، هي علاقات أكبر من ذلك. ولكن هم ليبيا من هم مصر والعكس صحيح. دعوة سيد رئيس البرلمان المصري لفخامة رئيس مجلس النواب السيد مستشار عقيلة صالح في هذا اليوم، وقوفهم جنبا إلى جنب مع بعضهم البعض في عقد رسمي لجلسة البرلمان المصري، هذه دلالة وحدث كبير ومهم جدا على اتفاق البرلمانين في أن تنال ليبيا أمنها واستقرارها ورفضهما التام لأي تدخل خارجي. أؤكد لك بأن الكلمة التي تليت من قبل السيد رئيس مجلس النواب ونحن كنا هناك لاقت القبول الكبير من أعضاء البرلمان المصري ورئاسة وأعضاء ولجانا، حتى على الصعيد الإعلامي حصلت على ترويج إعلامي كبير جدا، وبالتالي نوقشت فيها العديد من النقاط الهامة. يعني أولا بأنه لا نسمح بعودة الاستعمار البغيض، وليبيا لم تعد ولاية عثمانية كما يتصورها الخونة ومن ورائهم المستعمر حفيد المستعمرين، بالدرجة الأولى. أيضا تحدث خامة رئيس مجلس النواب من خلال هذه الكلمة سيدتي الفاضلة عن أن في حالة، ونحن نؤكد ذلك لأن هناك كثير من القنوات والوسائل الإعلام واصلت معنا حيال هذه النقطة الهامة، نؤكد رسميا
تفضل. عبر قناتكم تفضل. في حالة ثبوت أن هناك غزو تركي على ليبيا فأننا بشكل واضح سنطلب دعم الشعب المصري وقيادته وقواته لمساندة الشعب الليبي في الدفاع عن أرضه. تصريح مهم ورسالة قوية جدا طبعا، بنحب نأكد عليها على لسان حضرتك منعا للتأويل. حضرتك بتقول إنه إذا حدث تدخل أجنبي أو تركي واضح أو غزو للأراضي الليبية ففي هذه الحالة يعني دعوة الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية لمساندة الشعب الليبي بكل تأكيد، وهذا ما نصت عليه حتى الكلمة التي تليت. نحن لا ندعو جسم غريب عنا، إنما نحن ندعو جارة، دولة جارة وشقيقة وعربية وإسلامية، في حالة أن الغزو التركي بدأ يترجم فعليا على الأرض وأنه بدأ الذي وصفه القائد العام للقوات المسلحة بين قوسين المحتوى أردوغان بإرسال قواته إلى ليبيا، فإن ومن غير الدعوة فلن تتخلى مصر حتى. طيب عند الجزئية دي معلش يا فندم لمزيد من التأكيد والتوضيح، هل ده موقف رئيس مجلس النواب الليبي ولا ده موقف بالإجماع اتخذه أو تم مناقشته داخل مجلس النواب، تم التنسيق مع المشير خليفة حفتر مع الجيش الوطني الليبي ليه يعني تكوين هذا الرأي وهذه الدعوة؟ نعم، بكل تأكيد أن كل ما يقال أو ما يصدر عن فخامة رئيس مجلس النواب يأتي بعد مشاورات مع الأطراف المعنية والمهمة. هذا هو موقف العام يعني. نعم. أريد أن أؤكد سيدتي الفاضلة بأن يعني فخامة رئيس مجلس النواب في هذه اللحظات في موسكو للتباحث الدعوة والمبادرة المستعجلة التي أطلقت من فلاديمير بوتين، وهذه الدعوة التي أعلن فيها إيقاف إطلاق النار للعمليات العسكرية في المنطقة الغربية من قبل قواتنا المسلحة على لسان سيد أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام. يؤكد دائما قواتنا المسلحة وأيضا سيد رئيس مجلس النواب بأن لا تفريط في دماء الشهداء الذين سقطوا من أجل أن تنال ليبيا أمنها واستقرارها. سيد عبد الحميد، نعم. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، إذا حدث غزو تركي للأراضي الليبية، كلمة الغزو هي كلمة كبيرة لها تعريفات سياسية واستراتيجية لوجستية ضخمة، يعني في أخبار من يومين إن في بعض من الجنود الأتراك موجودين في مصراتة، وجريدة تركية تحدثت عن وقوع قتلى في الصفوف العسكرية الموجودة في مصراتة. هل ده شكل من أشكال الغزو أو في مستوى محدد من الجنود حضراتكم حاطينه في الحسبان وحينما يصل العدد أو يصل الغزو إلى هذا المستوى ستقوم الإدارة الليبية أو الدولة الليبية بتقديم الطلب الرسمي للقوات المسلحة المصرية اللي حضرتك ذكرته؟ هذا أمر يعني نحن كتصريح قلنا بأن إذا ما تأكد لنا، هذا على لسان سيد رئيس مجلس النواب بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذا ما تأكد لنا قيام تركيا بغزو ليبيا قد نطلب من الشعب المصري الشقيق وقوات غزو كامل يا فندم ولا عدد من العساكر اللي موجودة، عشان ده أمر مهم بالنسبة للمصريين والليبيين على حد سواء. به القيادة العامة هم الذين يقدرون الموقف ويقدرون نسب المتفاوتة لهذا الغزو في حالة ما أنه ترجم على الأرض. أعتقد أن القيادة العامة القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة بالقاسم حفتر هم المعنيين بهذا التقويم أو التقييم لهذا الغزو. طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، السيد عبد الحميد صافي مستشار رئيس مجلس النواب الليبي.